نرجع تاني لفيوتشر وفوزه الكبير اليوم، فوزه المهم جدا اليوم على الجيش الملكي المغربي. الجيش الملكي المغربي من الفرق اللي تنافس على الصدارة في الدوري المغربي، منافس في منتهى الصعوبة. والنهارده فيوتشر عمل أداء ممتاز جدا على مدار الشوطين، وقدر يحسم المباراة، وقدر كمان يعني دفاعيا يشتغل بشكل كويس جدا بجانب الشغل الهجومي المحترم جدا للفريق. معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر. يا كابتن عبد الظاهر، مليون مبروك. الله يبارك فيك كريم، الله يخليك، متشكر جدا. الفوز النهارده كان مهم جدا، وانا عارف ان هو ايضا كان صعب جدا. طبعا صعب جدا، بتلعب قدام فرقه كبيره ولها اسمها ولتاريخها ولعيبه يعني متحضرين بشكل كبير جدا، لكن الحمد لله احنا الكابتن علي كان مذاكرهم كويس جدا ومحفظ اللعيبه هيعملوا ايه. صراحة يعني بحيي طبعا الإدارة وحيي الجهاز الفني على المجهود طبعا، واللعيبة طبعا اللي بتنفذ فكرة الكابتن علي. الحمد لله قدرنا ان احنا من اول دقيقة واحنا حاطين شخصيتنا واسلوبنا، حتى لما جينا ندافع برضه دافعنا بشكل كويس جدا، صح، قدرنا ان احنا نحافظ على النتيجة. يعني بشكل كبير هم ما لهمش فرص خالص يعني، صح. المباراه النهارده يعني المباراه النهارده كمان صعوبتها انه لا قدر الله لو كان في اي تعثر كان حظوظ فيوتشر هتقل جدا، عشان كمان لو كنا عايزين نستمر كنا لازم نكسب، والحمد لله كسبنا. يعني ده كلام الكابتن علي في المحاضره واللعيبه، ان احنا كنا متفقين ان ده يعني مباراه الصعود، صح. يعني ده مباراه مهمه جدا بتنافس فرق قويه جدا زي بيراميدز والجيش الملكي، فرقتين محترمه جدا، فرقتين كبار، وانت عشان تدخل في وسطهم يعني عمر النادي كله سنه، فده شيء يحترم جدا. الحمد لله رب العالمين، بنحمد ربنا وبنشكره طبعا على فضله، وبنشكر كل واحد عمل مجهود في النادي. يعني ده يعني شكر كبير جدا، لان فعلا كله شغال وتعبان، ومع طبعا ضغط المباريات ومع الضغوط اللي احنا فيها. لا بحيي كل ضغط المباريات يا كابتن عبد الظاهر، انا بتكلم دلوقتي انت فرقه مش بتلعب على جبهة واحدة، انت فعليا بتلعب على جبهة بمنتهى القوة في الدوري، بتلعب على جبهة تانية لأول مشاركة ليك في الكونفدرالية الأفريقية، أيضا بتلعب بمنتهى القوة. ازاي بتتعاملوا بقى كجهاز فني ولاعبين في مثل هذه الظروف؟ أنا أتفهم ده إن المفروض الأهلي والزمالك يكونوا بيعملوه بحكم الخبرات الكبيرة، لكن أنتوا كفيوتشر ازاي قادر تقنع اللاعبين إن هم يلعبوا في البطولتين بنفس القوة؟ هي دي اللي اتبنى عليه النادي واتأسس على ان هو فرقه كبيره، ممكن يكون عمره صغير، لكن الفلسفه والشخصيه اتبنت من اول الاداره والكابتن علي والاداره الفنيه، ان انت ازاي تقنع اللعيبه دي. كانت صعوبه قابلتنا مشاكل كتير جدا في الاول، وازاي تصر عن ان انت لا احنا هنا جايين عشان ما نبقاش فرقه عاديه، احنا جايين عشان نبقى فرقه فعلا تحترم ويبقى لها جمهور. لان كريم في مده قليله جدا انا بمشي في الشارع دلوقتي الناس مستنيه ماتشات فيوتشر، وده شيء يحترم، صح، جدا، صح. اللعيبه بتاعتنا الحمد لله فضل ونعمه يعني بقت معروفه بشكل كبير جدا، بقى الناس بقت عارفه طريقتنا وشخصيتنا. بنحمد ربنا، وده طبعا بيديك مسؤولية أكبر، صح. وده اللي احنا بنتكلم فيه وكابتن علي بيتكلم فيه في كل محاضرة، ان انت كل ما بتعلى ليفل او مستوى تبقى لازم بتركز اكتر، صح. ولازم تشتغل اكتر، صح. ولازم تحمد ربنا اكتر، صحيح. انا سعيد جدا ان انا شغال مع الكابتن علي والفريق ده، وفعلا يعني محظوظ ان التجميع اللي اتجمعت ديت بجد انا بفتخر بهم جدا، ورافعين راس الاداره ورافعين راسي، فعلا حاجه تشرف. صحيح صحيح يا كابتن عبد الظاهر، دايما اشكر كمان الكبار، فعلا كبار الفرقه، وده الشيء المهم جدا. خلي بالك ان كبار الفرقه مساعديننا بشكل كبير، لان لو لا عشان تفهم حد صغير في الفريق لازم يكون عندك كبار فاهمين، سعد سمير وجنش وفاروق ومروان واحمد رفعت وكل الناس، عمر كمال، عمر السعيد، يعني كل الناس الكبار، باسم علي اضافه كبيره جدا لينا السنه طبعا. دي بشكل كبير جدا، بيعيد نفسه ومكتشف نفسه من جديد، فالحمد لله بنحمد ربنا لله. سبحانه وتعالى، ويا رب يا رب نكمل على إن خير شاء الله يا كابتن عبد الظاهر. ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق، واتمنى لفريق فيوتشر كل التوفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد الظاهر السائل، مدير رياضي بنادي فيوتشر.